ده فير بطل فيلمنا النهارده، وفيلمنا بيبدأ سنة 1862 لما قامت قبيلة شاندان بمهاجمة قبيلة مدفقار، وأثناء الحرب بيموت عدد كبير جدا من محاربين مدفقار، لكن الملك بيعقد صفقة مع البنداريين عشان يساعدوه في الحرب. وفعلا بيجوا البنداريين ويشاركوا في الحرب وبيثبتوا للملك انهم قد كلمتهم وبيكونوا السبب ان الملك يكسب الحرب. والبنداريين كانوا فرحانين جدا بعد ما كسبوا الحرب مع الملك، لانهم كانوا متفقين مع الملك انهم هياخدوا ملكية الارض اللي عايشين فيها لو ساعدوا الملك ان يكسب الحرب. وبعدها البنداريين بيروحوا للملك عشان ياخدوا منه اوراق ملكية الارض بتاعتهم، عشان يفاجئهم الملك انه عايز يعرفهم على اصدقائه الانجليز. وطبعا البنداريين اتفاجئوا واتضايقوا جدا لانهم بيكرهوا الانجليز، ويكتشفوا ان الملك ضحك عليهم واستغلهم عشان يساعدوه في الحرب فقط. وكان من فهم البنداريين ان الانجليز بيحاربوا مع قبيلة شاندان كار، وده اللي خلى البنداريين يحاربوا مع الملك، والملك يقول لهم ان عمره ما هيكون عدو للانجليز اللي بيحكموا نص العالم. وبعدها طلب البنداريين من الملك انه يسلمهم ارضهم ويلتزم بالوعد معاهم، بس بيرفض الملك وبيغدر بيهم، وخلى الانجليز يوجهوا المدافع على الجنود البنداريين وبيأمر بضربهم عشان يقوم بريفتي بقطع ايد الملك ويرجعوا عشان يلحقوا الجنود اللي كانت بتموت. وبيكتشفوا ان تم خيانتهم وبيموت عدد كبير من البنداريين وبيخسروا الحرب مع الملك ومش بيعرفوا يرجعوا ارضهم. وبعدها بيلوموا البنداريين نفسهم انهم غلطوا لما وثقوا في الملك، وعشان كده قرروا بعد ما مات اخواتهم الجنود انهم يتركوا بيوتهم ويحرقوا حقولهم ويشوفوا مكان جديد يعيشوا فيه، ويحاولوا يتجمعوا من تاني ويبدأوا من الاول عشان يرجعوا يحاربوا الملك تاني ويرجعوا ارضهم. وبيتعهد بريتفي انه هيقتل الملك وكل الانجليز واللي بيدعموه، وفعلا بيسيب البنداريين بيوتهم وبيروحوا مكان جديد. وبريتفي بيخلف فالت وبيقول انه هيسميه فير. وبتعدي السنين وبيكبر فير، واللي بيكون من اهم الجنود البنداريين. وفي يوم بيكون في قطار انجليزي ماشي، وبيحاول فير والبنداريين الهجوم عليه وياخدوا كل اللي فيه من أسلحة وكنوز، وبيكون القطار فيه ملكة، وبيحاولوا الخدمين يحموا الملكة ويخبوها، وفعلا بيهجم البنداريين على القطار ويقتلوا كل الجنود وبياخدوا الأسلحة والكنوز اللي موجودة في القطار. وقبل ما يمشوا بيكتشف فير ان في عربية ملكية في القطر عشان يروح ليهم، وبيحاول يدخل ويشوف الملكة، لكن بيرجع في كلامه وهو ماشي بتقع لعبة صغيرة من الملكة، وبيحاول فير ياخدها تسبقه ملكة وتاخد اللعبة قبله. وبتكون الملكة خايفة جدا من فير وحاطة السكين على رقبتها، لو قرب منها هتموت نفسها، بس بيفتح الستارة ويشد اللعبة من ايديها وبيمشي. والخدمين بيعرضوا على فير ياخد مجوهرات ويرجع اللعبة لانها اخر ذكرى من والدة الملكة، وبتكون الملكة بتعيط وزعلانة جدا عشان يجي فير يرمي ليها اللعبة تاني، بس بيكون غطاء اللعبة لسه في هدومه ومعاه وبيفضل محتفظ بيه. وبيرجع فير البنداريين بالكنوز والاسلحة اللي خدها من القطر الانجليزي. وبيجي وقت عيد من مقدسات الهند اللي من عاداتهم قطع رأس الماعز، لكن فير بيرفض يقتل الماعز وبيقول ان السيف بتاعه عشان يقطع رأس الانجليز فقط، مش هيستعمله غير ضد الانجليز. وبيفضل فير سرحان في الملكة وشكله كده حبها، وبيعرف فير انه هيسافر انجلترا عشان يدرس هناك، وده كان خبر بالنسبة له مرفوض خالص. وبيقول لأبوه ازاي عايزنا نحارب الانجليز ونقتلهم وفي نفس الوقت عايزنا نروح عندهم ونتعلم هناك، عشان يقول لهم بريتفي انهم لازم يسافروا ويتعلموا منهم كل حاجة وازاي بيفكروا، وبيفهمهم ان قوتهم في خدعهم وذكائهم ولازم نكون زيهم، وانهم لازم يسافروا عشان يتعلموا كل حاجة هناك. فعلا بيسافر فير واخوه لانجلترا، وفي وقت ما هم ماشيين في الشارع بتعدى عربية ملكية وبتغرق فير بمياه، عشان يتضايق فير جدا وبيجري ورا العربية وبيمسك العجلة وبيوقفها، وبيحاول السواق يضرب فير بس بيمسك الكرباج من ايده. وقبل ما يضربه بتطلع واحدة من العربية وبتعتذر ليه، وبتطلع هي نفس الملكة اللي بيحبها فير، وهو بيكون في موقف ذهول وساكت وبتديله منديل. وبعد ما بتمشي بيقول لأخوه انه دايما في تهيؤات وبيشوفها على طول، عشان يقول لأخوه ان دي مش تهيؤات وان البنت اللي شافها هي الملكة فعلا. وبيجي اول يوم بيتعلموا فيه في المدارس الانجليزية، وبيدخل المعلم اللي بيفضل يتكلم معاهم باسلوب متعالي جدا وبيقول لهم ان انجلترا ما فيهاش قذارة في الشوارع،
وإنهم ما يستحقوش يكونوا هنا، بس جلالة الملكة الإنجليزية هي اللي عاملة اتفاقية التعليم وإنها شايفة إنكم ممكن تتغيروا، لكن المعلم كان شايف إنهم ما ينفعوش يتعلموا من لبسهم السيء، عشان يرد عليه فيرو ويقول له إن الإنسان من يصنع الملابس مش الملابس اللي بتصنع الإنسان، وده خلى المعلم يتضايق ويقول له إنه شايف الأماكن اللي في الهند كلها عبارة عن حشرات وزبالة وماعز وبقر والمكان كله قذر، عشان يتضايق فيرو ويرد ويقول له مادام بلادنا قذرة ومقرفة بتعملوا فيها إيه بقالكم 140 سنة؟ هل كنتوا تنظفوها؟ وده خلى المعلم يتضايق ويحكم عليه بالضرب 4 عصيان على ظهره حتى تنكسر. العصيان كنوع من انواع العقاب وفعلا اتطبق العقاب على فير، لكن المعلم كل ما يضرب فير العصاية بتنكسر، وده خلى شكل المعلم وحش جدا قدام الطلاب، وكانت يا شودرا اللي هي الملكة متعاطفة جدا مع فير وصعبان عليها جدا. وفي يوم كان في حفلة وبيشوف فير يا شودرا وبيحاول يكلمها، لكن يا شودرا بتكون دخلت الغرفة وبيطلع فير ليها وكل الناس بتضحك عليه من اللي بيعمله وبينادي عليها، لكن اخو يا شودرا بيجي وفير بيقول له انا مش بكلمك انت، عشان يرد ويقول له ان دي تصرفات همجية وانهم غلطانين انهم بيعلموهم وانهم همجيين، عشان فير يرد ويقول له انت اكيد عبد عن الانجليز عشان كده ده رأيك، عشان تدخل يا شودرا بسرعة وتنادى على اخوها، وبيتفاجئ فير ان اخوها ومش عبد شغال عندهم، وبيحاول يلطف الجو تاني وبيقول له انا كنت بهزر عشان يلم الموضوع وما يخسرش يا شودرا، بس اخوها بيقول له انا كمان هعذر معاك هات ايدك على انه هيساعده ويطلعه، بس بيسيب ايده وبيقع فير وبتنكسر رجله، لكن ما كانش مهتم باللي بيحصل له عشان شايف يا شودرا خايفة عليه، وبعدين بيعالج فير رجله وبيروح تاني يوم للجامعة وبيدور على يا شودرا لحد ما بيلاقيها، وبتطلب يا شودرا منه انه يسامح اخوها وهو بيقول لها مش خطأه، وبتشكره وبتطلب منه يخلي باله من رجله المكسورة. وفي يوم بيجي ابو يا شودرا واللي بيكون الملك، وبتكون مبسوطة جدا انها شافته، وبعدين بتطلب من ابوها انها تعرفه على واحد، فبيقولها تمام ممكن تجيبيه وعرفيه عليا، عشان تروح لفير وترقص معاه وبتقول له ابويا عايز يشوفك، عشان يرد فير ويقول لها عايز يقابلني ليه، فبتقول له انه ملك، ولما بيسألها ملك على ايه ترد يا شودرا انه ملك على مدينة مات في كار، عشان يكتشف فير ان الملك اللي تسبب في قتل اهله وخانهم هو والد يا شودرا، وبيعرف من يا شودرا ان ابوها الملك وصل انجلترا عشان يقابل الملكة ويطلب منها انه يدعي البندريين نهائيا، وبتحكي يا شودرا لفير انها تعرضت للسرقة من البندريين لما سرقوا القطر اللي كانت فيه، عشان يرد فير ويسألها هل في حد أذاكي؟ قالت لا بس قطعوا ايد ابويا، عشان يرد ويقولها الحمد لله انهم ما قطعوش رقبته وانه قتل الاف البندريين بالخداع وان البندريين هدفهم الحرية، عشان تستغرب يا شودرا من كلام فير ويروح فير يعزف الموسيقى بتاعت لعبة امها اللي سابتها ليها ذكرى، وبتبدأ يا شودرا تعرف ان فير من البندريين وهو اللي سرق القطر، وبيروح يدي ليها الجراب بتاع لعبة امها ووقتها بتعرف هو مين، لكن اخوها بيشوف الجراب اللي كان مسروق منها من البندريين وبيعرف ان فير هو اللي كان سارقهم، وبتروح يا شودرا لفير وبتطلب منه انه يهرب وان اخوها بيدور عليه، وراح للفندق وبيكتشف فير ان اخوه هناك، وبيروح اخو يا شودرا للفندق اللي عايش فيه فير بس مش بيلاقيه، وبيلاقي اخوه عشان يفضل يضرب فيه وبيحاول يعرف مكان فير منه، لكن اخوه بيرفض يتكلم خالص وهو بينزف دم، وفي لحظة ما هيقتلوه بيجي فير وينقذ اخوه على اخر لحظة، وبيقتل كل الجنود وبيكون عايز يقتل ابن الملك، لكن بتيجي يا شودرا في اخر لحظة وبتطلب منه ما يقتلهوش ويسامحه، وبيقول لأخوه انه مش عدونا الاساسي وانه لازم يسامحه عشان هو اخو يا شودرا، وفعلا فير بيسامحه وهو ماشي بيغدر بيه ابن الملك تاني وبيحاول يقتله، لكن فير بيحاول يدافع عن نفسه وبيضربه وبيقع اخو يا شودرا وبيموت، وفي اللحظة دي بتطلب يا شودرا من فير انه يهرب ويوعدها ما يجيش هنا تاني، عشان يرفض فير ويبعدها انه هيتجوزها او هيروح ليها مدينة مات في كار ويحرقها، وبعد فترة بتكون يا شودرا الملكة على مدينة مات في كار، وبيكون ابوها الملك عايز يجوزها وبيكون عامل مهرها دم فير انتقاما لابنه اللي مات، وبيرجع فير للبندريين وبيقول لابوه انه بيحب واحده وعايز يتجوزها وهي ملكه مات في كار اللي ابوها الملك غدر بينا، ليتفاجئ ابوه كل البندريين، عشان يرد ابوه ويقول له انه موافق وانه مطلوب من فير انه يقتل الانجليز والملك ويجوز بنت الملك، وانهم بيحضروا الجيش عشان يهجموا على مدينة مات في كار ويرجعوا حقهم،
وبعد فترة بيحاول فير يرجع ويدخل بين الانجليز تاني عشان يعرف ازاي يحاربهم، وبيعرف منهم انهم بيخططوا انهم يقضوا على البنداريين، وبيقابل الملك على انه عايز مدافع لان في لصوص بيسرقوهم وعايزين يقضوا عليهم زي ما هم عايزين يقضوا على البنداريين. وبعدها بتعرف الشودرة ان فير رجع وبتروح ليه وبتطلب منه ينفذ وعده ويمشي، لكن فير بيرفض وبيقول لها انه هيفضل لحد ما يتجوزها عشان تهدده ان لو ممشيش هتقول لابوها الملك ان هو اللي قتل اخوها وانه من البنداريين، وده لان يا شودرة هي الوحيدة اللي تعرف الحقيقة ومين هو فير. بس للأسف فير ما سمعش كلامها. وفعلا تاني يوم يا شودرة بتكتب رسالة لابوها الملك عشان تقوله الحقيقة وتعرفه مين فير، لكن بتكتشف ان الرسالة ما راحتش للملك، وبتكتشف ان فير خد الرسالة قبل ما تروح للملك، وبيوعدها ان البنداريين مش هيهاجموا جيشك وانه مش هيتجوزك غير لما تعترف لكل الناس ان هو فير. وبعدها بيرجع فير البنداريين وبيخططوا للحرب وبيستقروا ان فير هو هيكون القائد. وتاني يوم بيعمل الملك ساحة للقتال وبيقدم فيها مقاتل وبيقول اللي هيقدر يفوز على هذا المقاتل هيتجوز الملكة اللي هي شودرة، لكن كل الموجودين كانوا خايفين ومحدش قدر ينزل يقتله لحد ما وصل فير وبيتحدى المقاتل. وبعد نزال طويل فير رافض انه يقتل المقاتل اللي بيلعب ضده لانه وعد يا شودرة ان مش هيتجوزها لحد ما تقول ان هو فير قدام كل الناس. وبيتضرب فير كتير فعلا بعد نزال طويل، فير رافض يدافع عن نفسه، وفعلا قبل ما المقاتل يقتل فير بتنادي يا شودرة عليه عشان كل الناس والملك يعرف الحقيقه ان هو ده فير، وبيقوم فير يقتل المقاتل وبيعترف لكل الناس والملك ان هو فير من البنداريين وابن بريتفي اللي قطع ايد الملك، وبيقدم ليا شودرة الاساور الذهب عشان يتجوزها. وده خلى الملك يتضايق جدا ويحاول يقتل ياشودرة، لكن فير بينقذ ياشودرة وبيقول للملك ان ياشودرة براتي الان محدش يقدر يلمزها، وان كل البنداريين محاوطين المدينة ومنتظرين الامر للهجوم، وان الخيانة اتعلمها منهم، وان مفيش مجال ليهم للهرب، وانه هيمنع عنهم الاكل والمياه لحد الاستسلام. وبيعرض الراجل الانجليزي انهم يستسلموا بس يأمنوا لهم خروج امن بدون حرب. وبيرجع فير لابوه والبنداريين عشان يقول لهم مش هنحارب وهنوفر لهم ممر امن بدون ما حد يموت، وانه خايف على الناس اللي في المدينه مع الملك يموتوا وانهم ما لهمش ذنب، لكن البنداريين بيرفضوا بيقولوا انهم هيحاربوا وانهم ما لسيوش دم اخواتهم البنداريين اللي ماتوا قدام عينيهم. وبيقول ابوه انه مش ناسي وعده انه هيقتل الملك وكل من يساعده، وده خلى البنداريين منقسمين لحد ما يقرروا ان فير وابوه هيحاربوا بعض واللي هيفوزوا ولا هيقرر يحصل ايه في الحرب. وتاني يوم فعلا بيحارب فير وابوه بريتفي بعض، وكل واحد منهم خايف يقتل التاني، وبيفتكروا ايام زمان وفير كان صغير وكل واحد متمسك بوعده اللي قاله، والكل كان بيتفرج ومستغرب من اللي بيحصل ومتضايق، وكان الملك واقف ومبسوط من اللي بيحصل. وبيقرر الملك انه يغضب البنداريين تاني وبيوجه المدافع عليهم، لكن البنداريين كانوا خارج مرمى المدافع عشان يحاول الملك يقربهم ويحاول يقتل ابو فير بريتفي ويضربه بالنار، لكن الرصاصة بتعدي بريتفي وبتضرب فير وبيتصاب. وقبل ما يقوموا البنداريين ويهاجموا يفاجئ ان الناس اللي في القلعة هم اللي بيدافعوا عن فير وبيحاربوا الملك، وان الملك خاين هو والانجليز عشان يفتحوا ليهم ابواب القلعة ويهجموا البنداريين عشان يقوم فير بقتل الملك الانجليزي وكل جنوده، ومن بعدها يقتلوا ملك مدينة مادفكار وابو ياشودرة. وفي النهاية بيموت فير بعد ما قدر انه يرجع الارض للبنداريين وينفذ وعده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وهنشوفكم في فيلم جديد.